انا صورت الفيديو ده كتير لاني مش بعرف اصور فيديوهات. في البداية انا عايز اشكر كل الناس اللي بعتولي امبارح مسجز وكومنتس على المواجهة الاولى من The Boys Kids. بشكركم لان كل الكومنتس بتاعتكم كانت ايجابية جدا، واللي عجبوا الاوتفيت واللي عجبوا الحلقة والمتسابقين والكوتشز طبعا، فكانت حلقة حلوة وقوية وبتمنى دايما ان انتوا تعجبكم كل حلقات The Boys Kids. بقالي شوية في اعلان لازم اقوله لان ده واجبي تجاه كل الناس اللي بتتفرج عليا. والنهاردة حابة ان انا اقول لكم كلكم وتعرفوا مني انا انه انا قررت ما كملش تصوير The Boys Kids، وانه الحلقة الاخيرة ليا هتكون السبت الجاي، واخر حلقتين السيمي فاينل والفاينل هيبقى فيه مقدمة برامج تانية هي اللي هتكمل السيزن الثالث من The Boys Kids. بصراحة أنا مش عايزة أخش في تفاصيل ومش عايزة أكمل الخبر. ما تنساش تشترك في قناة سارة مراد وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد.